أهلا أعزائنا المشاهدين، برحب بكم في اسم الرب يسوع المسيح. موضوعنا في غاية الأهمية في هذه الحلقة، قيامة المسيح حقيقة لا خيال، وأقول وأعني ما أقول بحسب الكتاب المقدس. للأسف الشديد، بعد آلاف وآلاف وآلاف الأدلة وآلاف 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 الكتب والمكتبات التي تكلمت وتحدثت عن هذا الموضوع، فالموضوع ليس جديدا وليس غريبا على أغلب المشاهدين، ولكن للأسف في مجموعات إما مش فاهمة حقيقة الصلب والقيامة، فابتدأت تروج نظريات التي تحارب فكرة الفداء، سواء كان الصلب أو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. والأغرب أنه بحاولوا يستخدموا مواد مسيحية من مسيحيين، يعني بيكون شخص مثلا ليبرالي بيكتب مثلا، لأنه في حرية في الغرب، بيكتب عدم موافقته على شيء معين، فبيخدوا القطعة أو بيخدوا مثلا الكلام اللي حكاه هذا الكاتب، ويتناسوا آلاف وآلاف الكتاب والتفسير حول موضوع وصلب وقيامة يسوع المسيح. التفاصيل الموجودة والحدث في الكتاب المقدس، في البشائر الأربعة، في الإنجيل المقدس، وأيضا في الرسائل المتعددة في الإنجيل المقدس، كلها تشهد بإسهاب وبتفاصيل دقيقة جدا. يعني اللي ساكن في فلسطين وسكن في القدس أورشليم استحالة إنه ينكر هذا الموضوع، ولكن الأعمى لا يستطيع أن يرى نور الشمس، فيستطيع أن يقتبس ويمشي ويسير مع القطيع بسبب قائد معين كلم كلام، وهذا بيخلق نوع من الكراهية والتنافر ضد المسيحية بدون ما أن يتعب نفسه ولو ساعة أو ساعتين يقرأ في الكتاب المقدس. فدايما بالصفحات أو الصفحة على التواصل الاجتماعي الفيسبوك، يعني بتلاقي واحد بهاجم نقطة معينة برددها مئات وألاف، نفس النقطة نفس التعبير نفس الشيء، وكل ما يتطلب أن يتعب نفسه أنه يقرأ بس فقط سياق الحديث، وأكيد رح يكتشف الموضوع من أساسه. هذا موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لنا كمسيحيين، لأن حقيقة القيامة هي حقيقة مهمة جدا، لأنه مكتوب تبرهن يسوع أنه ابن الله بقوة القيامة من الأموات، وأيضا يعني اتبرهن يسوع أنه حي، وهو حي إلى أبد الآبدين، فالقيامة تعتبر معجزة المعجزات، تاج معجزات المسيح، وتعتبر القيامة هي حجر الزاوية للإنجيل، وتعتبر القيامة أساس إيماننا المسيحي. بدون القيامة كل تصريحات المسيح ما إلها فايدة ولا إلها معنى. بدون القيامة كل كرازتنا وكل معيشتنا وسلوكنا لا يعني أي شيء، فالقيامة تعطي مصداقية وشرعية لهوية يسوع المسيح، وتعطينا نحن الشرعية والمصداقية لأن نبشر بإنجيل المسيح. فابقوا معي حتى نتكلم عن هذا الموضوع الهام في هذه الحلقة. يسرني أن أستضيف
إلى برنامج ليكن نور. مش ضيفة، هي أخت طبعاً وأم للعديد من العابرين حول العالم، وهي خادمة للإنجيل ومؤلفة، لها مؤلفات كثيرة من كتب وكتيبات التي تشرح الإيمان والعقائد المسيحية، طبعا مقارنة الأديان. أكيد عرفتوا عن مين بتكلم، أختنا رشا نور. أهلا وسهلا أخت رشا. أهلا بك يا أخي نزار، وأهلا بكل المشاهدين، والوقت الجميل اللي احنا بنحتفل بيه بالقيامة في بيتزامن مع رمضان واحتفالات رمضان وعيد الفصح اليهودي. وعيد الفصح اليهودي طبعا، وده بيخلينا نقدم في بداية حلقتنا رسالة لكل واحد بيسمعنا النهاردة، إن المسيح الذبح العظيم اللي مات من أجلك ومن أجلي على الصليب علشان يشيل خطايانا، هو الإله الحي القيوم اللي قام بقوة نفسه علشان يقدر يخديك البر ويخليك تقدر تكون في الحضرة الإلهية أو المحضر الإلهي. وطبعا هذا موضوع كتير كتير مهم، وخليني في البداية أقول إنه الأخت رشا أنت عابرة إلى المسيح من خلفية إسلامية وخادمة كمان للمسيح، وهذا موضوعك وحياتك أيضا، كرست حياتك لأنه قلبك مليان محبة تجاه أحبائنا المسلمين اللي إحنا منحبهم. ولكن لا يخفى علينا أخت رشا إنه كتير من أحبائنا المسلمين عندهم سوء فهم، وأكيد يمكن أنت مريت في هاي التحدي والشكوك والتساؤلات الكثيرة. التساؤلات مش غلط، ولكن لما بشوف على الصفحة شخص بهاجم وبترد عليه وبتقنعيه، بعدين بيرجع تاني يوم بهاجم بنفس الموضوع، بتروح على صفحة تانية بتلاقيه بيحكي مع صفحة بنفس اللايك، فهذا إن دل على شيء بدل على ذهن فاسد مش عاوز يعرف الحق، ولكن عاوز فقط يخرب، وبحسب ما يزعم إنه عم بدمر الإيمان المسيحي ولا يعرف قول المسيح صعب عليك أن ترفس مناخس. خدي وقتك أخت رشا وبليز يعني حكي معنا. طبعا اللي بيحاول ان هو يدمر العقيدة، يعني في مفهومه ان هو بيحاول يدمر العقيدة المسيحية بان هو يهاجم العقيدة المسيحية، ويحاول ان هو يوصل للناس ان الإسلام هو الحل وهو الحل الوحيد وهو الطريق الى الله، ده بيبقى عنده مشكلة كبيرة. ليه؟ لان الصليب والقيامة في المفهوم الإسلامي طبعا احنا اتكلمنا عنهم كتير قوي، يعني في حلقات مضت تكلمنا. لو يرجع المشاهد الحلقات مع الأخت رشا ممكن تشوف بعض من هذه الملحوظات، ولكن في هاي الحلقة انا عاوز نحكي أكثر يعني عن أهمية القيامة وحتميتها، يعني ليه مهمة بالنسبة لنا كمسيحيين. طيب انا احب اقول ان القيامة مهمة جدا، و يعني شيء أساسي في عقيدتنا المسيحية. ليه؟ لأن الصليب أخذ المسيح اللي ليا، لكن في القيامة أعطاني اللي لي. فالصليب هو إعلان محبة الله، لكن القيامة هي إعلان قوة الله. ولو إحنا بنحاول نفورم أو نشكل النقطة ده هي بحسب الفكر الإسلامي، المسلمين بيحاولوا أن هم يلموا حسنات. إحنا دلوقتي في وقت رمضان وبيحاولوا أن هم يجمعوا الحسنات الذي يذهبنا السيئات. أوكي. فهي ده الفكر الإسلامي، إن أنا لو أخذت حسنات أكتر من السيئات هقدر أكون في محضر الله. لكن دي طبعا كذبة كبيرة جدا جدا، لأن أنا مهما حطيت حسنات عليا أو أخذت حسنات فإنهم مش هيذهبوا السيئات ولا حاجة، لأن أنا هفضل إنسان خاطئ وفي الطبيعة الفاسدة. لكن المسيح عمل إيه؟ أخذ السيئات بتاعتي وأعطاني قدسته، أعطاني بره، أعطاني صلاحه هو مش صلاحي أنا. يعني أنا مش بعمل الحسنات عشان أقدر أكون في المحضر الإلهي أو أرضي الله لكن المسيح عمل العمل ده فعلا علشان أنا أقدر أكون في الحضرة الإلهية.
المحضر الإلهي الله هو قدوس، ما ينفعش إنسان يكون في خطية في محضره. وبالتالي بما إن الله قدوس، مهما أنا أعمل حسنات هيفضل سيئاتي أنا عملتها. يذهبنا سيئات، لكن أنا لا أنكر إن أنا عملت السيئات دي في يوم من الأيام. ده عكس للمسيح بيعمله تماما. المسيح بيمحي الخطايا، بيمحيها تماما، يعني لا يذكرها فيما بعد. فهو محى خطايانا الماضية والحاضرة والمستقبلة، وكمان أعطانا حاجة اسمها رداء البر، ربسنا رداء البر. فالله بيرانا من خلال بر المسيح. يعني إيه؟ من خلال قداسة المسيح، من خلال صلاح المسيح، من خلال بره هو، مش من خلال أعمالي أنا الصالحة اللي بعملها علشان أبرر نفسي. فطبعا يعني اللي فهمت من كلامك إنه مجيء المسيح هو لهذا الغرض، لأنه الكتاب المقدس يعلن بشكل واضح وصريح إنه إذ الجميع أخطأوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ومش بس بقول، حتى في شيء أصعب، من حفظ الناموس كله وعثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. فأنا بلاحظ في بعض الصفات في تشابه بين المسيحية والإسلام، ولكن لما بتعمق في الموضوع أكتشف إنه طبيعة هذه الصفات تختلف كل الاختلاف بين المفهوم المسيحي والمفهوم الإسلامي. وأنا طبعا بتكلم بكل محبة بكل احترام، يعني مفهوم الرحمة في الكتاب المقدس غير المفهوم الإسلامي، مفهوم القداسة تكلمت إنه الله قدوس، بس مفهوم القداسة في المسيحية غير المفهوم الإسلامي. وهكذا في صفات كثيرة مشتركة، ولكن فهمها أو عمقها لما بخوض أكثر أو أعمق شوي بتلاقي أنه في اختلاف حتى بفهم هذه الصفات الإلهية. لو أنا غلطان بليز يعني صححيني. لا طبعا، ده في مفاهيم كتيرة جدا، وأنا كنت كتبت بعض الدراسات عن اختلاف المفاهيم والعقيدة ومصطلحات، مصطلحات بتستخدمها في الكتاب المقدس، في زيها مثلا زي مصطلح النجاسة ومصطلح القداسة ومصطلحات كتيرة جدا كنت تناولتها في دراسة معينة كنت كتبتها. الفرق ما بين المصطلحات المسيحية أو الموجودة في الكتاب المقدس والمصطلحات الإسلامية وماذا يعني. يعني دايما المصطلحات في الكتاب المقدس ليها معاني روحية وليها عمق، لكن ساعات بعض المصطلحات الموجودة في الإسلام ما بيبقوش عارفين إيه معناها. مثلا يسألونك على الروح، قل هو من أمر ربي. ففي بعض المصطلحات هم مش قادرين يفسروها، مش قادرين يفهموا هو إيه ده. لكن إحنا عندنا بنقدر إن إحنا نقدر إن نفهم من خلال الكتاب المقدس. طبعا يعني إحنا في بسبب موسم الذي يسمى أسبوع الألام، ولكن خلينا نسميه شهر، ومش غلط لأنه حتى بخلينا في الأجواء، حتى لو في اختلاف بين التقويم الشرقي أو التقويم الغربي، هاي السنة في فرق 5 أسابيع على الأقل، أنه 5 أسابيع منضلنا في الجو الجميل اللي هو جو الباشن أوف كرايست، اللي هو يعني هذا الأسبوع الأخير من حياة المسيح. وطبعا بالنسبة لنا يعني القيامة مهمة جدا، لأنه كل شيء بيرتكز على القيامة، حديثنا أنا وياك، كرازتنا، حياتنا، سلوكنا، كله بيرتكز على القيامة. طبعا الرسول بولس قال لو القيامة، لو المسيح ما قامش فباطلة كرازتنا. نعم. يعني احنا بنكرز بمين بالضبط؟ بالمسيح ميت. انا لو المسيح مات من اجل خطاياي ومات ما قامش، فانا دلوقتي اضمن منين ان هو كلامه صح؟ ما فيش رجاء. بالظبط. مفيش قيامة أموات. بالظبط. أنا كمان باطل مش إيمانكم. باطل إيماني، لأن أنا مش هقوم. أنا كمان أنا ما عنديش رجاء في القيامة، أنا ما عنديش حياة أبدية. فبالتالي أنا دلوقتي هو ده السبب اللي بيخلي إبليس يضرب في قيامة وصليب المسيح. دايما إبليس بيضرب في هذه النقطتين دول بالذات، يعني النقاط دي هامة جدا، إن هو بيحاول إن هو يشوه. وطبعا الإسلام أنا عايزة أقول لك إنهم مختلفين أساساً في تفسير الآيات اللي بتتكلم عن صليب وموت المسيح وقيامته طبعاً أو رفعه. طيب ممكن توضحي لها، طبعاً هون يعني شخص كنت في الإسلام وكنت ضليعة، مش يعني أي شخص، وانت اختبرت المسيح وعاوزة توضحي
الأمور، لأنه هاي الأمور تكرر وتكرر وتكرر، يعني حنحكي اليوم فيه بكرة يعني يكون نفس الأسئلة. في أول رأي بيقول إن المسيح رفع، وده إحنا طبعا عارفين المسيح هو إيه؟ رفع. رفع، أوكي. لم يعني يصلب، بدون موت، لم يصلب ولكنه رفع، ما ماتش ورفع يعني، وده طبعا اللي هو الشبيه دايما بيقول في ولكن شبه لهم تفسير، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أيوة. يعني الفكرة إنه بآمنوا في شخص آخر استبدل بدل المسيح للأسف طبعا، وده رأي ظالم جدا جدا لإلههم قبل ما هو يكون ظالم للمسيحية. ليه؟ لأن لو أنا بقول يعني في شقين في موضوع شبه لهم ده، أول شق إن الله قرر إن هو يعمل دوبلير للمسيح، يعمل بديل للمسيح. فتخيل أنت دلوقتي زي ما تكون بتتفرج على فيلم، وبعدين البطل الفيلم ده في أماكن مثلا خطيرة أو بيقع من على سلالم، فبيجيبوا واحد تاني اسمه الدوبلير يحطوه مكانه بديل لي، يمثل الحاجات الخطيرة دي بداله، علشان طبعا الممثل ما يتأذاش. استنت يعني في الإنجليزي، الشخص اللي بقوم في الدور. تخيل يعني إن ربنا بقى يكون هو اللي اخترع الفكرة دهيت علشان يحط واحد بديل لمين؟ للمسيح، علشان ما يصلبش. هما جايين علشان يصلبوا المسيح، أعداء المسيح، أعداء رسالة المسيح، والنتيجة ان هو يقول ايه؟ لا انا هحط الشبه ده وهضل الناس دول بان انا احط الشبه ده هوت على واحد اخر. وطبعا ده بيثبت ان اله اللي جات له الفكرة ده هيت هو اله ضعيف، ما قدرش ان هو ينقذ رسوله. صح. تاني حاجة، طب انت النتيجة بتاعت الدوبلير اللي انت حطيته ده هيت ايه النتيجة بقى؟ What's the point؟ أيوة. بالضبط ده اللي عم بفكر فيه دلوقتي. هو خدع الرومان واليهود، وخدع اليهود قادتهم وكهنتهم وشعبهم، وخدع أمه، وخدع الحواريين، وخدع أتباع المسيح وأم المسيح، وآخر اللي كانت عند الصليب، وخدع كمان اللي كتبوا التوثيقات التاريخية، المؤرخين كلهم اتخدعوا بهذه الحق. تخيل. أنا في حلقة مضت يعني تكلمت، أنت من تصدق؟ هل تصدق النبوات التي لا حصر لها في العهد القديم، والمسيح نفسه عدة مرات تكلم وتنبأ أنه الغرض لمجيئه أنه رايح لأورشليم حتى يصلب ويموت في أورشليم ويقوم في اليوم الثالث؟ من تصدق آلاف الشهود والناس اللي الأعداء قبل الأصدقاء، والناس اللي خلصت عند الصليب مثل قائد المئة، مثل زوجة بيلاطس، مثل اللص التائب وإلى آخره، يعني كل هاي الشهود. وبعد سبع قرون تيجي آية تقول لا ما هو ما ماتش، انتو بتهيئ لكم. شو إحساس الآلاف والآلاف واللي ماتت من أجل المسيح والملايين اللي استشهدت واللي شافوه بأم عيونهم بموضوع القيامة والشهود، شو بيكون الإحساس؟ تخيلي يعني أنا بقول إنه ده اللي شفتوه على التيفي، على فكرة مستر كينيدي اللي اغتلوه ومات، هذا بتهيئ لكم أنتوا. يعني يطلع واحد بعد 100 سنة هو مش هو بيتهيئ لكم، هذا واحد كان لبس شبهه. شو بكون إحساس الملايين اللي كانت بتشاهد هذا الحدث؟ طبعا it doesn't make sense. طب هم يصدقوا ليه اللي بيقول لهم أنا ده شبيه لي؟ والسؤال إحنا ليه نرد على الموضوع ده طالما أنه زي يعني واحد ما عندوش أي دليل، نقعد نستنفذ طاقاتنا وساعات وساعات وهو لا يؤمن بهذا الشيء. النقطة بتاعت الدوبلير أو البديل بتاع المسيح ده بيثبت أن الله فشل فشلا ذريعا في إرسال، في تحقيق نبوة المسيح. ربنا أرسل المسيح كرسول للمسيحية، بعت معاه رسالة، فالله فشل في أن هو يحقق هذه الرسالة. ليه؟ لأنه هو دمر الرسالة دي من جذورها بموضوع الشبيه ده.
خدع كل المؤمنين وغير المؤمنين والمؤرخين والكل خدعهم، بدل ما هو بكل بساطة كان يعمل معجزة ويرفع المسيح قدامهم فيؤمنوا بيه. طبعًا. يعني هو الأسهل إيه؟ إن هو يرفع الله المسيح أمامهم للسماء كده يطلع ويثبت ويثبت نبوته، لكن إن هو يعمل الخداع ده طبعا دي بينسف من الأساس كمال الله. إحنا ننسى إنه هذه الشجاعة من المسيح إنه يروح للصليب مش ضعف. يعني بحاولوا يخفرجونا إنه كأنه منعمل المسيح ضعيف، وإحنا دائما منقول هون المسيحية لازم ينتبهوا. اتكلم عن قيامة المسيح، مين قام من بين الأموات؟ أي شخصية في الوجود. بعدين أصلا هذا مناقض لطبيعة الله، أنا بتكلم دلوقتي بحسب الكتاب المقدس لأن الله لا يمكر. أيوه. ضد أخلاقيات المسيح الكامل، ضد طهارة التلاميذ اللي باعوا كل إشي وباعوا كل حياتهم لم يمتلكوا سنت عشان يروحوا يبشروا بالقيامة ويموتوا من أجل المسيح. يعني ما راحوش على الطمع، لا نسوان ولا حرب ولا خيل ولا احتلال ولا، يعني دول باعوا كل شيء عشان يربحوا المسيح. فإذن يعني المعادلة كل ما يتطلب، بليز سعة زمان، بس اقرأ سعة زمان وفكرك كله رح يتغير. طبعا فكرة الله اللي احنا بنتكلم عليه، الإله المكار الخداع اللي بيعمل دوبلير علشان أو بديل للرسول بتاعه علشان يخدع بيه الناس، دي فكرة نقدها اللي موجود في الكتاب المقدس. طبعا حاشا لله إن هو يكون بالشكل ده، وأنا لا أقبل أني أعبد إله بالشكل ده. الكتاب المقدس بيقول يعني هقول أيتين، واحدة في سفر التثنية 32 عدد 4، هو الصخر الكامل صنيعه إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. يعني شوف الله وجماله عامل إزاي. يعقوب بيقول لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بالشرور. الله غير مجرب بالشرور يعني الله ما بتجيش عليه أفكار شر، الله ما عندهوش شر داخلي، ما عندهوش فكر شر داخلي ضدنا علشان يخدعنا ويمكر، يعني فكر مكر كده علشان يحاول إن هو يعمل خديعة ويخدع بيها كل البشر. طب مين المستفيد؟ يعني لو انت بتعبد إله زي كده انت مين المستفيد؟ لمصلحة من؟ يعني الإسلام أجا بعد 700-800 سنة، أوكي، لكن لمصلحة من؟ ده مش لمصلحته هو شخصيا، يا أنا بتكلم يعني كل هاي القرون والملايين اللي ماتت من أجل لمصلحة مين؟ فإذا أنت قلت في آراء مختلفة بين المسلمين حول هذا الموضوع، بس وضحي لنا الفكرة أكتر. الشبيه زي ما احنا قلنا ان هو حط بديل، لكن في نقطة تانية مهمة جدا وهي الجسد. في فكرة الشبيه برضو في جسد، بما ان في شبيه يبقى الشبيه ده مات. طب اللي مات ده هو ليه جسد موجود، ليه راحهم ما لقوش جسد المسيح؟ كانت المعضلة بتاعة رؤساء الكهنة اليهود كانت هتتحل بوجود جسد الشبيه في القبر، لكن عدم وجود جسد الشبيه ده خلى رؤساء الكهنة مش قادرين يوقفوا المسيحيين عن التبشير، واخترعوا كذبة انه انتوا قولوا انه التلاميذ اجوا بالليل ونحن نيام، المفروض مش نيام العسكر الروماني اللي بيدرس القوانين الرومانية. وبعدين اذا هن التلاميذ، اذا هن نيام، كيف عرفوا انه التلاميذ اللي اجوا سرقوا؟ وبعدين كيف بيسرق جسد اللي الكفن ما زال موجود في القبر؟ يعني في أسئلة كتيرة، وأنا بقول يعني خسارة وللأسف إن عم نرد على أشياء اللي هي المفروض يعني أولاد مدارس الأحد بيعرفوا الأجوبة على هذا الموضوع. لكن تفضل أخت رشا. لكن في نقطة كمان، كان ممكن رؤساء الكهنة يجيبوا أي جسد، بما أن المسيح اتعذب كتير جدا بعد الصليب، يجيبوا أي جسد بعد 3 أيام مثلا متحلل يقولهم ده جسد المسيح، لكن هم قدروش يعملوا كده للمسيحيين أو للرسل والأتباع المسيح، نتيجة أن المسيح نفسه ظهر. المسيح ظهر 40 يوم للتلاميذ مرارا عديدة، وفي آخر مرة ظهر ل500 شخص دفعة واحدة
قبل صعوده للسماء. العجيب والجميل والرائع ان الرسول بولس بيقول ان 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 الناس دول ما زالوا موجودين، ان هو ظهر دفعه واحده لاكثر من 500 اخ، اكثرهم باق الى الان، ولكن بعضهم قد رقدوا. يعني في كان في وقت كتابه رساله كورنثوس كان ما زال في ناس من ال 500 دول عاينوا قيامه المسيح، مش بس الرسل بقى، وبنتكلم على الرسل او التلاميذ المسيح اللي سرقوا ولا ما سرقوش، لكن ده ظهر ل 500 شخص موجودين. صدق الوحي انه بولس بيقول والبعض رقدوا، يعني ما فيش كوبي واحد بنسخ عن الثاني، يعني اكزاكتلي كوبي. الحاجه الثانيه، انا في الاسبوع اللي مضى حكيت انه حتى مفهوم الصلب، يعني واحد من الادله المهمه انه كان الصلب مرفوض، يعني في فكرة التلاميذ مش فاهمين فكرة الصلب، فما عملش مسطرة على كل واحد بنفس الكوبي، يعني نردد كلمات وترديدات، لا يعني كون الحدث بيتناول الأربع بشائر في الإنجيل وكل واحد بياخده من زاوية بيعطي العمق، يعني والدراسة انه كيف كل، يعني واحد بيقول لك ظهر لمريم بعدين ظهر للمريمات، معناته في اكثر من ظهور، يعني فبحاولوا يلاقوا تناقضات اللي هي بس حط مع بعض بيطلع الجواب الكامل. طبعا فكره كمان حيك قلت على ان ممكن يكون التلاميذ هم، يعني بيدعوا ان التلاميذ هم اللي يكونوا سرقوا جسد المسيح. طب لو التلاميذ كانوا سرقوا جسد المسيح كانوا بيبشروا ليه بقيامة المسيح؟ يعني ايه اللي يخليهم يبشروا بقيامة المسيح، حطوا نفسهم في اضطهاد بين ويطردوا؟ انا اسف، واحدة من اعظم الدلائل صمت الاعداء لما قالوا القبر فارغ، تعال افحمهم في نفس الوقت هي هالجثة. يعني ابطل هذا الدعاء من التلاميذ من أولها. صمت الأعداء هو أكبر دليل لقيامة يسوع. رح نكمل بس في شخص على الهوى، خليني أخذ مكالمة. معنا الأخ خالد. أهلا وسهلا أخ خالد، أنت معنا على الهوى. أنا معك. اهلا اخ خالد، من وين حضرتك انت خالد؟ من الاردن. اهلا وسهلا فيك حبيبي. حبيبي تسلم قلبي. تفضل اخ خالد. انا معك. اختبارك انت معابر يا خالد صح؟ طبعا اكيد. طب ممكن تقول لنا جزء بقى من اختبارك بما انك انت يعني قبلت عمل المسيح كده؟ امين يا رب. بالنسبة لي أنا مثل ما قلت لكم أنا عابر، لكن أنا آمنت بالرب يسوع المسيح من تقريبا 24 أو 25 سنة الحمد لله ونشكر الرب. بداية أنا درست بكلية الشريعة ودرست كمان، فكانت عندي أمور بالنسبة للمناهج، في كتير أمور كانت مش حقيقية أو في مداخلات يعني كانت مش صريحة يعني. تمام. وصلتني لمرحلة أنه يعني شك أنه موجود أساسا رب، فوصلت لمرحلة أنه خلص يعني ما فيش رب الوجود، أو أنه فيه بس لكن أنا مش عارف طريقه، فصرت أحاول أنه بس يعني أصل أعمل إشي. الدراسات اللي درستها كلياتها فيها قربطه، فيها اشياء، في شيء عم بيناقض شيء، في شيء عم مش مزبوط يعني، فهمتني؟ لغايه ما مره بيوم يعني انا حسيت اخر شيء خلص اختنقت يعني. لكن في شغله هون قال اذا ضاقت الصدور فعليكم باهل القبور. فكان بيتنا عربي فحفرت قبر، هيك قبر صغير وكذا، وهيك قلت لحالي خليني اقعد فيه يعني بركي هيك بتهدى نفسي وكذا، على حسب ما بيحكوا يعني، على حسب ما نعرف يعني. لكن لما قعدت فيه انا غطيت حالي بحصيره او بشيء، لكن بعد شوي قلت لحالي شو عم بسوي، انا مثل مجنون بلا مؤاخذه يعني، ما بيعملش هالقصص هي غير مجنون. لكن انا مخنوق يعني، انا وصلت لمرحله خلص يعني انتهيت. لكن اخ خالد ليه كنت مخنوق؟ بس وضح الفكره، ليش كنت مخنوق؟
الفكرة لأنه أنا مش عارف أصل لشيء يعني يوصلني بالرب، يكون في علاقة بيني وبينه، فهمني؟ يعني أنا بدي أكون، أنا زلمة، أنا لازم أتعرف على ربي. يعني أنا اوكي، أوكي عم يعني كنت بعبد الرب، باحث. أوكي صلاة وصيام و و و و إلى آخره. وقبل كمان كنت بقى يعني عم بقول لك أنا درست بالكلية ودرست، عرفت؟ ففي امور كتير يعني مغالطه، يعني في شغلات ناسخ ومنسوخ، في شغلات ايات بتنقض ايات، في اي حديث بينقض، في شغلات مش مظبوط. فوصلت لمرحله انه انا عم درس لكن انا مش قادر اعطي الحقيقه اللي جوا، انا مش مقتنع بشيء، فقد الشيء لا يعطيه. تمام. بنفس النهار هذا لما انا يعني خلص وصلت، انا بدي اعرف ربي مين. يعني انا من حقي كانسان، من حقي ك انه اعرف ربي مين هو. طلع يعني اكثر ما هنالك، صرت طلع لفوق على السماء وقلت له اذا انت موجود اعطيني اشاره او اعطيني ايش. طب يعني صرت مثل مجنون، فهمتني؟ نفس اليوم اللي شفته انا مش عارف شو هو، منام او حقيقه او رؤيا، انا مش عارف لهلا افسرها ايش هي. شفت بالمنام مثل الإنسان، لكن من كتر النور أنا يعني مش قادر أفتح عيوني، وعم بمد لي إيده وعم بيقول لي مكانك مش هون. هذا الكلام اللي على كتفه حمامة بيضة. أنا يعني وصحيت، لكن قمت بس إنه دموعي على عرض خدودي عم تنزل، وحاسس بشيء مثل النار عم بيغلي فيني. وبلشت رحلة البحث وكذا وهيك، بدي أشوف يعني المنام. يعني هلا المنام بشوف الواحد مثلا ممكن إنه بعد 4 ساعات ينسى، ممكن إنه بنفس الوقت ينسى، ممكن إنه ما يتذكر. لا، هيدا مطبوع بذاكرتي، في شيء من جوا عم بيقول لي دور، ليش هيك؟ ليش إجاك؟ ليش؟ فصرت أحكي مع العالم أو أحكي مع الشيوخ إنه مين هذا وشو صار. واحد يقول لي مثلا هذا روح الله بعته لك عشان يحميك، واحد يقول لي لا هذا الشيطان متلبس بكذا، واحد يقول لي يعني كلام مش واقع، يعني مش مقنع، فهمتني؟ لغاية ما شفت رفيق لي كنت أنا وياه بفترة، مسيحي هو، اسمه جورج الله يسهل عليه. ففي صداقة، علاقة صداقة بيناتنا، بس يعني ما في بيوم من الأيام يعني إنه أنا قلت يعني عرفت شيء عن المسيحية أو هو حكى لي، أو إنه مثلا أنا حكيته عن شيء، أو يعني ما تحنكناش، خالص مجرد صداقة. فعم بحكي له الوضع 1 2 3 بعد ما قال لي ليش متضايق وكذا وهيك. قلت له والله الموضوع 1 2 3. فقال لي أنت عارف مين اللي إجاك؟ قلت له لا. قال لي إذا قلت لك بتصدقني؟ قلت له يا زلمة مشايخ ومش عارف إيش وما عرفوش أنت بدك تعرف. قال لي لا. أنا فطلع كتاب الإنجيل من الدرج وفتح لي على وقت ما تعمد يسوع المسيح مع يوحنا ونزل عليه الروح القدس بشكل حمامي، لكن هو عم بيقرأ. أنا عيوني عم تنزل دمع من أول وجديد. أنا حسيت بنفس الإحساس اللي حسيته وقت شفت الرب يسوع. صدقيني ما بتصور النار اللي غلت فيني ورجعت تغلي فيني من أول وجديد، نفس كأني هلأ شايفه قدامي. قلت له بليز أنا بس بدي أخذ الإنجيل. قال لي لا ما بعطيك إياه. قلت له طب ليش؟ قال لي لا أنا بخاف تكبه أو تشق. قلت له لا. ومن هون بلشت الأحداث. بلشت أقرأ الإنجيل، بلشت قارن، بلشت أشوف في أشياء. يعني كل ما أقراها بالإنجيل كل ما أحس أني عطشان لسه بدي أكتر من هيك. يعني شفت الأرض اليابسة، يعني الأرض اللي ما فيها، مشققة من قلة المطر، نفس الموضوع كان شعوري، بس بدي اقرا مش قادر اوقف. وكل ما اقرا شوي ارجع مثلا اقرا نفس الموضوع، اقول انا مش قاري قبل مره، بس انا في شغلات انا ما فهمتهاش قبل، هلا عم بفهم، عم برد برجع. فبلشت معي دراسه مقارنه الاديان، بلشت مقارنه الاديان والقصص كذا وهيك. والحمد لله احنا موجودين وبنعمه الرب. الرب انعم علينا بشيء احنا مش مستحقينه. عايز اسالك على حاجه يا خالد قبل ما تسيبنا. انت قلت انك انت في بداية اختبارك انك انت كنت مخنوق وكان صدرك مقفول وكنت بتدور على حاجة تشرح لك صدرك. امتى حصل ان يعني طبعا انت من كلامك ومن صوتك واضح جدا انك انت
تغيرت حالتك؟ امتى تغيرت؟ امتى قلبك اتشرح؟ امتى حسيت انك انت الضيق اللي كان موجود عندك اتشال؟ لما عرفت مين هو الرب يسوع المسيح، وعرفت هو شو بالنسبة إلي، وصارت علاقة بيني وبينه. يعني علاقتي بيني وبين الرب، أنا مش علاقة بس إنه هو رب وأنا معبد، لا، علاقتي بيني وبينه كابن وأب، يعني هي علاقة الافتخار. أعظم إله، أعظم إله هو اللي مات كرمالي وكرمالك، واندفن وقام باليوم الثاني، كسر شوكة الموت. هذا هو الإله اللي حق، اللي عن جد بيستحق تنزل له كل جبهة، كل جبهة بدها تنزل له. ربنا يباركك يا أخي. ربنا يباركك يا خالد، وبشكرك كثير، بشكرك من كل قلبي حبيبي. أنا بشكرك، أنا بشكركم إنه أعطيتوني بس هالمداخلة هاي، والرب يا رب يكون معكم ويكون من مجد لمجد، وهالبرنامج هيدا يكون بركة وخير وخلاص للغير. آمين. شكرا جزيلا أخ خالد، ربنا يباركك وربنا يحميك. يعني اللي تكلموا بكلمات أكم دقيقة ولكن مجلدات، هذا البحث يعني في سنين وسنين ممكن ناس بتمر فيه، ولكن إن أراد الإبن أن يعلن له. خليني أخذ بس فاصل قصير وبنرجع لأنه عاوز نكمل حديثنا. أحبائي، يمكن هذا الموضوع أثار يعني تساؤلات في داخلك، وبصراحة يمكن مش متعود تسمع هيك ردود، وانت يمكن يا غضبان في داخلك، واكيد رح تبعت. يعني انا كل يوم بقرأ كمية المسبات اللي بقرأها يوميا، يمكن بتعبي تركات من المجلدات، ولكن برضو انا ببارك وببارك وببارك. ومن ناحية تانية في كتير مؤمنين بقول الله يباركك، ولكن مش غلط انك تبحث، مش غلط انك تصلي، مش غلط انك ترفع عينيك وتقول يا رب انا عاوز اعرف الحق، لانه مش ممكن. يعني في شيء نقيض، يا هذا صح يا هذا صح، فلازم انت تقرر وانت تختار. اعود بعد هذا الفاصل. أحبائنا، القيامة حقيقة لا خيال. يعني مش عاوز أترك شخص، في شخص بينتظر على الخط، ممكن نأخذ المكالمة بعدين منخش في موضوعنا. أهلا وسهلا، مين معي على الخط؟ ألو، مساء الخير. مساء الخيرات. أهلا وسهلا أخ ضياء، تفضل. حبيب الرب يباركك، شكرا على وقتك. شكرا، انا شفت اسم البرنامج بصراحه حبيت اشارك معك في هذا البرنامج. ربنا يباركك يا اخ ضياء، تفضل. انت مسيحي يا اخ ضياء ولا عابر؟ نعم، لا، انا عابر. طب بما انك عابر بقى، قول لنا يعني تاثير القيامه على حياتك كعابر. نعم أخت رشا، أنا بصراحة من أجل هذا الموضوع حبيت أشارك معاكم يعني من القيامة كحقيقة لا خيال. يعني لو نتأمل في الكتاب المقدس، كثير آيات بتكلمنا عن قيامة المسيح، هي قوة لعظمة الله. الإيمان بالقيامة هو الإيمان بالله. المسيح هو اليوم قيامته
جاء ليتمم وعد الله المذكور في الكتاب المقدس. حتى لو نرجع في كورنثس الأولى مثلا، أو أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتاب المقدس، وأنه مات وقام في اليوم الثالث، هذا تتميم لوعد الله اللي موجود في الكتاب المقدس. هو حقيقة إيمانية نطبقها على أرض الواقع ونعيشها أساسا، مش مجرد كلمات. قيامة المسيح إثبات اليوم هي الشيء الآخر، هي إثبات للمصداقية الإلهية وإثبات النبوءات في العهد الجديد والعهد القديم. لو نقرأ كل الإصحاحات اللي موجودة في الكتاب المقدس، هي أيضا بتخبرنا في كثير نصوص، هي بتخبرنا عن قيامة المسيح. أخ ضياء، يعني طبعا تشاركت عن القيامة، بس أنا يعني حتى ولو بكلمات هيك بحب أسمع كيف أنت تعرفت على المسيح. نعم أخ نزار، أنا أولا أنا من عائلة مسلمة متشددة جدا، يعني من أب شيعي وأم سنية، فهنا نقطة الانطلاق يعني أساسا. فأنت تعرف هذا الأمر، يعني أساسا في بلادنا شيء ممنوع أنه واحد من طائفة يتزوج من طائفة أخرى، وهنا يعني بتكمل كمية التناقضات بالأفكار والسلوكيات والعادات اللي تربوا عليها الأهل. فداخل البيت أنت بتشوف أهلك، يعني كل أحد عنده فكر معين، بيحب يقول أنا الصح لا أنت الغلط. فهذه التناقضات ما بين الأهل هي أساساً كانت بتوديني إلى أمر آخر، إلى شق ثالث يعني أساساً. فبديت أبحث أكثر أشوف مين اللي صح. قرأت الفكر السني، قرأت الفكر الشيعي، قرأت القرآن، حابب أوصل إلى شيء معين. ما في شيء معين، ما في نتيجة نهائية، ما في شيء خلاص أبدي لإله. التجأت أكثر من كتاب صراحة، قرأت حتى الكتاب الصابع المندائيين اللي كان زربا، لو تعرف عنه حضرتك أكيد قرأته. ما في أي شيء. قرأت الكتاب المقدس، بتشوف حقائق علمية وإثباتات هي اللي بتوصلك إنه المسيح هو الإله الحقيقي لا غيره. أمين. نعم. إذا عندك أي سؤال. طيب، بما إنك أنت بتتكلم على تحقيق النبوات وبتقول إن القيامة دي بتديك ضمان، إيه اللي بتدولك القيامة كعابر؟ يعني إيه اللي أنت أخذته كعابر من القيامة، بما ان احنا بنتكلم على القيامة يعني؟ نعم اخت رشا، القيامة بالنسبة للشخص المؤمن هي الانتصار والغلبة لكل شخص مؤمن بقيامة المسيح، هي حجر اساس لايماننا. يعني حتى لو نقرا في كورنثوس الاولى الاصحاح 15 يقول ان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل ايماننا. اساسا هنا في الآية هاي العلاقة الشرطية متصلة بالإيمان، نعم متصلة بالإيمان، متصلة بالقيامة. إيماننا لا يمكن أن يكون إيمان حقيقي بعدم وجوب وبعدم إيماننا بالقيامة نفسها. إيماننا راح يكون متخلخل إذا ما عندنا إيمان بالقيامة، إيماننا راح يكون ما عنده أي أساس. قيامة المسيح هي عربون لميراث كل إنسان مؤمن. يعني في حتى تفضل. في إصحاح يوحنا في إصحاح 11 هو بيتكلم يقول من آمن به وأن مات فسيحيا، يعني وأيضا يقول هو صار باروكا للراقدين. يسوع هو دفع ثمن لكل شيء. خالد، طيب بما أنك أنت عابر ومؤمن، سوري أخ ضياء، لأنه كان في شخص متصل قبلك اسمه خالد، فبعتذر أخ ضياء. فبما أنك أنت عابر إلى المسيح، وإحنا في هاي الفترة الزمنية عم نتذكر آلام صلب وموت وقيامة يسوع المسيح، معظم الأغلبية في الشرق الأوسط لا توافق على هذا الإيمان المسيحي. إيه ممكن، شو الرسالة اللي ممكن توصلها للي بيشاهدونا وللي بيسمعونا من شخص عابر؟ نعم أخ نزار، يعني لو وقت البرنامج تسمح ما أحب أطول عليكم كثير صراحة. إحنا نسمع كثير ناس ما يؤمنون بقيامة يسوع، لكن في بعض الشبهات يقول لك مثلا أنه كيف التلاميذ أخذوه من القبر وتركوا أنه ملابسه في القبر، تركوا لما راحوا
السيدات للقبر لقوا الكفن واللفائف موجودة بالقبر، كيف هل يعقل أن التلاميذ سرقوا المسيح وسرقوه بدون ملابس، يعني سرقوه تركوا اللفائف؟ هذا الشيء الأول، يعني هذا يعني العقل الإسلامي، سوري الكلام دوت، العقل الإسلامي، العقول الإسلامية عقول مغيبة، بيؤمن بشيء ويناقش شيء آخر. يعني حتى لو فعلا التلاميذ كانوا حيسرقوا في عهد بيلاطس، والدولة كانت متشددة أساساً في ذاك الوقت بيحاربوا المسيحيين بيضطهدوهم، هم كان عدد التلاميذ عدد قليل، فكيف أنهم عندهم السلطة أن يأخذوا ويسرقون للقبر؟ أساساً هم حتى لما قبضوا على يسوع وقتها أغلب التلاميذ هم نكروا أساساً، قالوا إحنا ما نعرف، واللي راح سكن في بيته وسكر الباب على نفسه قال أنا ما، فكيف أنهم يقولوا راحوا سرقوه؟ يعني معك حق أخ، يعني الفكرة أنه في كتير نظريات وكتير بدع وأفكار خاطئة حول القيامة، منها سرقة الجسد، منها فكرة المؤامرة، منها فكرة الذهاب إلى القبر الخطأ. يعني حتى يوسف الرامي اللي وضع المسيح في قبره كمان برضو أخطأ في القبر. وطبعا النظرية الفاسدة التي تؤمن أن المسيح فعلا اتصلب، ولكن لما أنزل إلى القبر برودة القبر انتعش ورد وظهر للتلاميذ الأحمدية بأمنه في هذا الموضوع. وأنا يعني مش عاوز أتكلم عن النظريات، ولكن ربنا يباركك يا أخ خالد، أخ ضياء حبيبي، وربنا يستخدمك وربنا يحميك يا أخ ضياء، ومن فضلك تواصل معنا، دايما تواصل معنا، نحب نسمع منك. آمين آمين حبيبي أخ نزار، شكرا، ربي يبارككم، شكرا كثير. ويباركك يا أخ ضياء، يعني فعلا كان ممكن نتكلم بالساعات مع خالد ومع ضياء من اختبارهم، وطبعا معك من اختباراتك العملية. أخت رشا، الوقت عم بركض يعني هيك عم بجري. أنت ذكرت في بداية الحلقة أنه المسيح دفن قبل موته، على طول ارتفع الأنتين عندي، فما فهمتش هل أنت اقتبست هذا صح ولا في فعلا في شيء من هذا الموضوع، ممكن توضح الموضوع؟ المسلمين بيؤمنوا يا إما أنه هو البديل اللي احنا كلمنا فيه، يا إما أنه يعني البديل أنه هو رفع قبل الصلب. أوكي. تاني حاجة الأحمدية أو القديانية بيؤمنوا أن المسيح وهو صاحي اتدفن وبعدين استفاق، نظرية الإغماء، أغمى عليه وبعد كده فاق بعد 3 أيام في القبر، وبعد وقام وهاجر إلى الهند وعاش 110 سنة ومات هناك، وعندهم قبر في كشمير بيقولوا حتى ده. الإسلام بينكر هذا الشيء، يعني الأحمدية مش بينكروا، ولو في حد الأحمدية بدعة في بدعة. الإسلام، فإحنا لو إحنا في حد دلوقتي بيشاهدنا من الأحمدية، أنا أحب أن أكلمه برضو على النقطة دهيت. في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها، أن الجنود الرومان دول كانوا يعني مشهورين جدا بعنفهم والتوحش بتاعهم في تعذيب المساجين وقتلهم، أساليب القتل المتعددة. كان من ضمن القوانين للإمباير اللي هي رومان إمباير أو الإمبراطورية الرومانية، إن الجنود المسؤولين على ناس أو مثلا مساجين مفروض إن هو يموتوا، والمساجين دول هربوا لأي سبب من الأسباب أو تحت سلطانهم، هربوا المساجين دهيت هم اللي يموتوا، كل المسؤولين على المسجون دهوت كلهم يموتوا. فبالتالي ازاي في قصة بطرس في أعمال الرسل لما الملاك أنقذ بطرس قتلوا الحراس لأنه المفروض يعني ينتبهوا بالضبط. فهو دلوقتي المساجين دول المفروض ان هم يبقوا تحت سلطان الحراس الرومان، فالرومان بيتأكدوا ان هم ماتوا علشان بيبعدوا عنهم موضوع القتل، عشان ما يتقتلوش هم بالنيابة عن المساجين. فبالتالي دي بينفي ان المسيح يكون اخذ التلاميذ من على الصليب وهو صاحي وهو مغمى عليه، لان الرومان لازم 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 يتأكدوا ان هو مات. تاني حاجة دلوقتي لو احنا بنقول ان المسيح اتعذب قبل الصليب، فطبعا في اثار للجروح، هو مش بينكر الصليب،
في آثار مسامير في إيديه وفي رجليه. إزاي المسيح بعد كل كم التعذيب ده هوت يقدر إن هو يمشي عادي جدا في الطريق إلى عمواس مع تلميذي عمواس؟ إزاي يديله القدرة إن هو يشوف كده؟ والتلاميذ نفسهم أما هيشوفوه هو بالجروح ده، بدل ما هم كانوا هيطلعوا ويبشروا بالقيامة ويبتدوا إن هم ينشروا الكلام على القيامة ويتعرضوا للاضطهاد، بل بالعكس كمان كان بيتعرضوا إن هم بيموتوا من أجل البشارة بالإنجيل بقيامة المسيح، كان ممكن إن هم كل الحاجات ده هي تبقى يعني تتلغي، لأن هو لو هو ظهر للتلاميذ بجروحه بدل ما كانوا هيخرجوا يتكلموا على قيامته كانوا هيشفقوا عليه، ده هيبقى مليان جروح ومليان تعذيب، أثار التعذيب واضحة عليه. طبعا الدراسة بتاعت الموضوع ده هوت واللي يلغي فكرة الأحمدية تماما، في كتاب اسمه The Case of Christ أو ال عارف الكتاب Case of Christ، بيتكلم على القضية المسيح اسمه. القضية المسيح ده بتناول مواضيع دهيت بشكل علمي، واللي كتب الكتاب ده هو شخص ابتدى بداية البحث بتاعه ملحد، صحفي وملحد، ملحد، وانتهى بالحال إلى أن هو آمن بالمسيح بسبب كم البراهين والإثباتات اللي أثبتت على موت. يعني وأنت بتحكي بهذه المعلومات لو سألت أي مشاهد كبير أو صغير رح يضحك على الموضوع، أيعقل بعد يعني مئات وألاف يعني إحنا الأحمدية أنت ابتدت يعني محديث، بس إنه يصدق هذا الإشي ويلغي كل التاريخ ويلغي طبيعة الله وصفات الله، والأغرب إنه بحاول يستخدم الكتاب المقدس عشان يثبت يعني. وهنا أنا بعتبره لو إنه شخص لا يوافق ولا يتفق بحترمه، أنتوا بتأمنوا بالصلب إحنا منآمنش بحترمه، أما يقعد يفبرك لعقله ويحاول يعصر مخه إنه يلاقي من الكتاب دليله، ما فيش دليل واحد حتى يؤيد نظريته، هذا يعتبر ذهن فاسد مع كل احترامي. فإذا واضح يعني كل هاي النظريات، وبعدين طلعوا لك في نظرية الهلوسة إنه كل الناس اللي شافت كلها عندها مرض نفسي، طب اسأل طبيب نفسي في الموضوع بقول لك استحالة إنه 500 واحد كلهن تهلوسوا في نفس اللحظة. في نفس اللحظة في نظرية كمان عايزة يعني أختم بيها الفكرة بتاعتنا، اللي هي نظرية إن المسيح فعلا صلب ودفن والله أقامه أو الله رفعه، في واختلف العلماء المسلمين ما بين إن المسيح مات 7 ساعات لثلاث أيام، لمات ورفعه في نفس اللحظة، واختلفوا العلماء في تفسير الآية. كل العلماء بيختلفوا على تفسير نفس الآية اللي هي في سورة النساء. وطبعا أنا عايزة يعني أعمل تصوير كده هوت للمشاهد، لو أنت قدامك محكمة والمحكمة دي فيها شهود، والشهود كل واحد بيقول قصة شكل، والنقيض الناحية التانية إن في 4 أناجيل 4 بشائر بيقولوا نفس القصة بنفس التفاصيل، هتصدق مين؟ في المحكمة الطبيعية، المحكمة الطبيعية أما بتلاقي تناقض ما بين الشهود بتلغي شهادتهم كلها. صح. فبالتالي إحنا عندنا إثبات واضح من خلال الأناجيل 4 وكل أعمال الرسل ورسائل بولس وكل العهد الجديد بيتكلم على قيامة المسيح، وده كان حاجة أساسية وتاريخيا وعلميا. طبعا موضوع كبير أخت رشا، بس خلينا نفوت أكتر في يعني مع شخصك المبارك، أنت بالنسبة إلك يعني أهمية القيامة شو بتعني لك أنت كرشا؟ أهمية القيامة أن أنا إيماني ثابت في إله لا يتغير لا يبدل كلامه. أمين. الله مش بيبدل كلامه، الله ما عندهوش ناسخ ومنسوخ، مش ضعيف، الله إله قوي، إله كلمته واحدة، إله ثابت، إيماني ثابت عليه. المسيح قال إن هو سيصلب وإن هو سيدفن وهيقوم في اليوم الثالث، وهو ده اللي حصل بالظبط،
وعلشان كده أنا عندي إيمان إن أنا خطاياي غفرت، أنا عندي إيمان إن أنا هكون معاه في السماء، إن أنا هقوم زي ما هو قام، إن أنا هلبس البر وهكون في محضر الله. وهو ده الأساس بتاع الإيمان بتاعنا. وعشان كده أنا مستحيل أنا إيمان يتهز، أنا مستحيل أروح أدور على إيمان تاني أجري وراه أو حد يشككني في إيماني. أنا المسيح اللي هو قاله عمله، وعلشان كده هو أنا ليا ضمان فيه في حياة في السماء معاه. ونفسي في آخر لحظة أقول كلمة واحدة لإخواتنا المسلمين النهاردة. أنت لازلت في رمضان بتطلب ربنا من كل قلبك، بتدور على الحسنات، اقبل المسيح اللي بيديك قداسته وبره علشان تقدر بدل ما تلم حسنات تلبس رداء البر الكامل، رداء القداسة اللي فيه نقدر ان احنا نشوف الله، نعاين الله، تعاينه وتكون معاه في محضره في الحضرة الإلهية. وده يعني رجاء مني ليك في الوقت المبارك ده. ولو في دقيقة أو دقيقة ونص أخت رشا، في ناس فعلا عاوزة بس مش عارفة إزاي، كيف ممكن توضحي فكرة القيامة لكل مشاهد؟ لو أنت نفسك أنك بتبحث عن الله مش عارف هو مين، زي ما قال كده هو خالد في بداية الحلقة، قل له يا رب أنا عايزك أنت تفتح قلبي، أنت تنور عيني، أنت تخلي ذهني ده يقدر يفهمك علشان طرق الله مختلفة، طرق الله. الصليب مش فكر إنساني، الله أرسل موسى يشق بحر بعصايا، المسيح علق على الصليب علشان تتغفر خطيتك، وقام من الأموات علشان يدي لك قوة للقيامة والبر، تلبس بر المسيح بالكامل. أنا بصلي إن ربنا يفتح قلبك وقول معايا، قول له يا رب المس قلبي، يا رب نور عيني، أنا بسلمك قلبي النهاردة، افتح قلبي علشان أعرفك، حياتي هي ملكك. مكتوب إن من يقبل إلي لا أخرجه خارج. المسيح بيقول لك أنت جيت لي النهاردة، أنا مش هطلعك برا، وأنا واثقة أنك أنت هتكون معايا في السنة لو أنت صليت معايا الصلاة دي. أمين. شكرا جزيلا أخت رشا، وبكرر الدعوة. طبعا سمعتوا الصلاة، وبتمنى من كل قلبي أنك طلبت الرب في هذه اللحظات، وتأكد أنه حاضر في كل مكان وبيسمعك وبيستجيب. وإحنا بدورنا منحب نساعدك من ناحية روحية، خبرنا يعني شو اللي صار معك. قال يسوع أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. وهذا يتم أحبائي مكتوب لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. بحب الآية اللي تكلم فيها الرسول بطرس، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية بقوة القيامة. فإحنا بنشكر الرب لرجاء القيامة، القيامة بتعطينا رجاء، القيامة أعطتنا الحياة الأبدية، القيامة أعطتنا هويتنا في المسيح، والقيامة هو الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه كمؤمنين في يسوع المسيح. تواصل معنا.